أن الله تعالى أوحى إلى فاطمة، لأن هذا المصحف بوحي الله تعالى عبر جبرائيل إلى فاطمة. الوحي خاص بالأنبياء؟ نعم، وحي النبوة هذا خاص بمنه؟ بالأنبياء. أما عندنا وحي من نوع آخر. الدليل هو القرآن الكريم، وأوحينا إلى أم موسى. أم موسى كانت نبية؟ لا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى. الحواريين كانوا أنبياء؟ حواريين، حواري عيسى كانوا أنبياء؟ ما كانوا أنبياء. الله تعالى يقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فما في إشكال، الله أوحى إلى الحواريين، الله أوحى إلى أم موسى، الله أوحى إلى فاطمة. نقرأ بعض الروايات الواردة في هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق: إنما سميت فاطمة محدثة. لماذا؟ لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها، تتكلم وياها، فسميت لذلك محدثة. هذه رواية. الرواية الثانية في الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وإن عندنا لمصحف فاطمة، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات. القرآن كتاب معروف، كم صفحة القرآن؟ افرضوا 500 صفحة. إذا واحد سألكم صحيح البخاري إيش قد حجمه، عندما تردون تعرفون بشيء واضح. القرآن الكل يعرفون شنو معناته، شنو حجمه. تقولون مثلا صحيح البخاري بقدر القرآن الكريم 10 مرات، صحيح لو مو صحيح مثلا، أو 5 مرات. هذا بيان للحجم، حجم مصحف فاطمة بقدر القرآن الكريم 3 مرات. إذا القرآن مثلا 500 صفحة، مصحف فاطمة 1500 صفحة. فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، مو قرآن، شيء آخر. وإنما هو شيء أملاه الله وأوحى إليها. هذا وحي الله إلى فاطمة. الرواية الثالثة: وأما مصحف فاطمة عليها السلام ففيه ما يكون من حادث وأسماء من يملك إلى أن تقوم الساعة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم شيئان: شيء يتعلق بالتشريع وشيء يتعلق بالتكوين، وأشياء أخرى أيضا عندهم. الشيء اللي يتعلق بالتشريع اسمه الجامعة، جامعة كتاب عند أهل البيت فيه الأحكام الشرعية، القوانين الشرعية، كل ما يحتاجه الناس في أمر التشريع، هذا اسمه الجامعة، يتعلق بالتشريع.
وعندهم شيء آخر يتعلق بالتكوين، يعني ما يكون، الحوادث المستقبلية، ما يحدث في المستقبل، هذا اسمه مصحف فاطمة. الله سبحانه وتعالى أعلم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بالحوادث المستقبلة، أعلمها بما يكون. هذا الكتاب اللي احتوى على هذه العلوم الغيبية يسمى بمصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. كنا نريد أن نتحدث أيضا حول التوسل بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ولكن ندعه لمجال آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين.